فين تاني بسرعة. حمادة حمادة خالد خرج من المستشفى بتاريخ 14 يناير او بالاصح هرب. اسف يا اخي سيد. خد اللبن. فلوس. خد اللبن. ازيك دلوقتي يا ماما؟ الحمد لله مش بطالة. بس هو يا ريت تفتكري تاخدي الدواء بتاعك علشان ده هيمنع عنك اي برد. من دلوقتي جسمك مقاومته قليلة شوية. على فكرة انت كنت بتحبيه قوي وانت صغيرة. تاخديه كده من غير سبب، تقعدي تقرقشي فيه. كنا مخبيه منك كمان. انا عارف انا مش معاك، انا مش معاك، ما تخليش حد يخرج، كله يخرج مكانك. قوم. انا عايزه ارجع المستشفى. دكتوره ولا مريضه تاني؟ من فضلك ترجعني مكاني جنبك. بفكر اسفرك شويه بره. ايه رايك تيجي معايا مؤتمر جنيف؟ ايه رايك؟ حضرتك علمتني اني ما اهربش. خلاص يا دكتوره، ومن دلوقتي هتستلمي، بس توعديني بحاجه، ارجوكي ما ترهقيش نفسك. حاضر. حاضر يا احلى فاكهه في الدنيا. ايوه 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 الدكتور موجود. ايوه انا سيد يا دكتور احمد، بكلمك من الورشه. كان خبر دلوقتي ان خالد اتقبض عليه. انت كده؟ وهو فين دلوقتي؟ طيب انا هتصرف. اعمل معروف يا دكتور، شوف الحكايه دي، اعمل معروف. خالد شاب مريض، انا راح اخده اعالجه عندي في المستشفى الخاص وعلى مسؤوليتي. يبقى خلاص، بس لو سمحت يا دكتور احمد. ايوه. تكتب لنا تعاقد بالمبلغ بكل سرور. اتفضل. شكرا يا اسماعيل. هات خالد عبد الحميد. على مالك لا، عشان اساعدك لازم تساعدني، واضح؟ ولا تحب ترجع للبوليس تاني؟ ها؟ هات ايدك، هات ايدك. دكتور فتحي، ايه اليمين بتكشف على اعصابه لو سمحت، واعصاب الايد الشمال بالذات، وعاوز كل التقارير والاشعاعات بتاع المستشفى التاني. حاضر، شكرا. دكتورة سعاد، الايد وحالة الاعصاب سليمة. هو ده الغريب. بالنسبة للشلل وحالة الصوابع انا مش شايف اي سبب عضوي، الايد سليمة. تبقى حالة نفسية. في المستشفى ادوله كميات من المورفين علشان يتحمل الألم، وجد فيها وسيلة للهروب، فلما منعوا عنه المورفين هرب، فوقع في ايد البوليس. انا شخصيا جبته هنا على مسؤوليتي. فعلا الايد سليمة، ده اكيد حالة شلل هستيري. الدكاترة اللي عملوا له العملية بذلوا معاه كل جهدهم. واضح جدا ان حالة خالد من اختصاصك يا دكتور احمد. شكرا يا دكتور فاتح. اي خدمه يا دكتور احمد. ثانك يو، ثانك يو فيري ماتش. غريبه، ايه اللي وصل خالد للحاله دي؟ غالبا بيعاقب نفسه على الاثنين اللي قتلهم. هو قتل اثنين؟ هو معتقد كده. مش معقول. مين دول؟ ايمان مراته وابنه، وهو بيلوم نفسه انه ما ماتش معاهم. ياه، قد كده كان بيحبهم. في انسان في الزمان ده عنده الاخلاص ده كله؟ حضرتك كنت عارف موضوع الدكتور سامي؟ جواز دكتور مصري من واحده اجنبيه وهو في بعثه، سر مش ممكن يستخبى. ده كان كمان باعت لي التلغراف ده. بيطلب فيه نقله من المستشفى بتاعتنا. للدرجة دي كان بيهرب مني؟ وللدرجة دي حضرتك خبيت عليا؟ كان لازم تشوفي الحقيقة بعينيكي واتصدم. حضرتك مؤمن بالعلاج بالصدمة؟ أحيانا. حتى لو المريضة دي بنت؟ أيوه. خالد في اعماقه انسان كويس جدا زي ما احنا عارفين، بس الولد ده كان ممكن الليله دي يبات في السجن. اقعد يا حاج، اقعد. ارجوك اديني فرصه، خليني اثبت لك اني مش ليلى الضعيفه اللي خرجت مره من المستشفى دي دكتوره ورجعت لك مريضه منهاره. لا لا، انت عندك الحالات التانيه، وخصوصا انا مسافر. ما دام حضرتك مسافر اديني بقى كل تعليمات العلاج. الدوسي بتاعه هنا فيه كل التقارير، تقارير مستشفى دمرداش ومحاضر البوليس والأدوية اللي خدها والأماكن اللي كان يتردد عليها. أنا هدي الحالة دي للدكتورة سعاد، هي هتهتم بيها وانت تهتمي ببقيه المرضى. امال ايمان فين؟ مش هنا. ايمان مش موجوده هنا. يا راحت فين؟ كانت معايا في العربيه. انت دلوقتي مش في العربيه، انت في مستشفى الدكتور احمد حليم. مستشفى ليه؟ حتى حمادة، إيمان في الأوضة التانية. ما تحاولش تقول، عايز أشوفها. لازم تستريح. دماغي تقيلة. عايز اخرج تخرج مش هتخرج. تمنعني ليه؟ ما بمنعكش، لازم تقعد في المستشفى لغاية ما تبطل حقن وتبطل هروب وترجع انسان كويس زي ما كنت. لا مؤاخذة يا مدموزيل، بتدور على ايه؟ لو سمحت، هو في سلالم تانية في المنطقة غير دي؟ لا هي دي بس. يكونش قصدك قهوة سلالم؟ هتمشي على طول على ايدك اليمين. أيوة. بس لا مؤاخذة مش قد المقام. متشكرة. براحتك يا جميل. $5 بس. بسرعة. خد معرفة المحل على كحالك. مش عاوز خد امسك. من فضلك في حد هنا اسمه سلالم؟ سلالم عليكي. وانا يا سلالم تعالى اكلم. يقطع سلالم وسنين سلالم. انا سلالم. ايوه يا خدمة. بقول لك ايه؟ الخير. مين؟ أنا بعتني سلالم. سلالم؟ أنا جاية من طرف سلالم. كده؟ أمال معلش يعني كنا فرشنا الأرض رمل. طلبات السيادة. أنا جاية مع خالد. لا مؤاخذة، العتب على النظر، ما بحفظش أسامي. شكله إيه خالد ده؟ بلدي ولا فندي؟ لا هو أفندي، لابس بنطلون أسود وقميص رصاصي وأسمر. أيوه مظبوط، دخل جوه من شوية. هتستنيه ولا هتحصليه؟ لا هحصله. الأستاذ في المخصوص، الأستاذ جوه بس ممنوع دخول الحريم، إحنا ما نحبش الغلط. بس منك لقطة، كل واحد يخليه في اللي فيه. خالد فوق يا خالد، قوم. قوم يا خالد قوم. حاضر هاخدك عندهم، تعالى بس قوم. شطة جميل. ألف عليك يا عم. على فين يا الدلعات؟ احنا خارجين خلاص. ليه هو ادخل الحمام زي خروجه؟ الخروج من هنا. بقول لك لابس بدلين. فين؟ انزل 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 انزل. ما تمسكش الباب يا خالد. آه 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 يا عبد الستار تعال معايا. يا ساتر هو كان فين بقى؟ امسك كويس. حاضر امسك. خلي بالك خلي بالك. حاضر امسك يا عبده. دخلوه جوه. هغير هدومي واحصلكم. حصل له ايه يا دكتور؟ ما تسيبوهوش بس ما تسيبوهوش. أنا مش هحتاج لحد النهارده، متشكرة قوي. أنا هفضل لوحدي. طب خدي بالك من نفسك، إحنا جنبك لو احتجتي لأي حاجة. بس لاحظي إن تأثير حقنة المورفين اللي خدها هناك هتنتهي بعد شوية. هنعرفش ممكن يعمل إيه. عارفة، ودي آخر حقنة هياخدها في حياته. هتستحملي؟ هستحمل. وهو كمان. لو عاوزاني اقعد في المستشفى اديني حقنة مورفين حقنة واحدة. لا، من دلوقتي ممنوع عليك أي حقنة. هتتعود تبطل الحاجات دي. هتتعب لكن هتبطل. حاولت قبل كده وما قدرتش. أنت ما حاولتش، أنت استسلمت عشان ده كان الحل السهل. أرجوكي أرجوكي أنا بتعذب. مهما كان عذابك يا خالد مش ده الحل. مش الحل انك تموت نفسك او تتحول لمدمن او يتقبض عليك. تعبان جسمي بيتنفض. ورقي ناشف. هجيب لك ميه وهجيب لك اكل كمان. بسرعة أرجوكي. المية. كده؟ طب لا مية ولا أكل ولا حقن ولا أي حاجة خالص. من النهاردة إحنا الاتنين مسجونين سوا في الأوضة دي. واللي حصل مع سعاد مش هيحصل معايا أنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا اللي هنا يا اللي هنا. يا فندم مين حضرتك؟ أنت اللي مين؟ أنا عايزة الباشمهندس خالد. هو مش موجود يا مدام. مدام يا أختي مدام يا إدوم عزك. أنا برضه لما لقيت الشبابيك مفتحة قلت مش معقول هو اللي هنا. هو حضرتك قريبته ولا هو اللي قريبك؟ أنا قريبة خالد. أهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي يا حلوة، أول مرة أشوفك. شاليه مش موجود زيه في الحتة كلها. لكن قوليلي، أنت من مصر برضه؟ أيوه. هو لسه الباش مهندس خالد تعبان؟ ده أنا سمعت إنه تعبان قوي يا حسرة. أصله كان بيحبها، بيقولوا إنها كانت حامل. انت سمعت الخبر ده؟ اخر مرة شفتهم خارجين من هنا يا قلبي تقوليش اللي عرسان جداد. كفاية كده، انا مش فاضية، عن اذنك يا اختي براحتك. انا جاي اسأل على فلوسي، هاخدهم من مين؟ فلوسك؟ انت ما تعرفيش ان انا منيرة؟ منيرة صاحبة الشاليه. المية جنيه اللي دفعهم الباش مهندس خلصوا. طب وحياتي انا جاني 100 زبون، وكل اللي جالي طفشته عشان خاطر عيون الباشمهندس، وقلت لحد ما ربنا يشفيه وياخد بيده. عايزه كام؟ شهر شهرين عربون، وحياتك ده كل ده عشان خاطر الباشمهندس. يا ستي عايزه كام؟ ايه اللي تجيبيه والباقي بعدين. اتفضلي. ايه ده؟ يا اختي جيبي كمان 20. إيمان، 22 فبراير. اتفضلي يا ستي 20 جنيه. متشكرة يا ست إيمان. يوه لا مؤاخذة، معرفتش اسم الكريمة ايه؟ اسمي ليلى، الدكتورة ليلى حليم. واتفضلي بقى، مع السلامة. اتفضلي. يوه يا اختي مالها هم. دكتور. نعم لو سمحت، عايز اي حاجه مهدئه. مهدئه؟ مهدئه زي ايه؟ خير ان شاء الله. مفيش حاجه، بس اعصابي تعبانه شويه، ويا ريت بسرعه لو سمحت. حاضر. وحاجه معينه يعني؟ لا يا ريت كمان كوبايه ميه. حاضر. فين يا اخي؟ تعالى. انت مش شربت الدواء؟ فين الحقن؟ حقن؟ حقن ايه؟ هات حقن المورفين. مورفين ايه اللي بتتكلمي عنه؟ حقن المورفين اللي انت سرقتها من المستشفى واحنا خارجين. أنا ما سرقتش حقن من المستشفى. كذاب يا ليلى، أنا ما كدبتش عليك. كذاب، كدبت عليا زي ما كدبت على نفسك. ده مش صحيح. كذاب. فين حقن المورفين؟ ما خدتهاش. كذاب كذاب كذاب. واصل. اهلا يا باشمهندس. اهلا بيك. ممكن تسلفني الموتوسيكل بتاعك بس ما تاخرش عليا، هرجع لك على طول. تعملي كده ليه ليلى؟ سعاد دي عربية ليلى، اقف يا سعاد. ليلى ليلى مالك مالك يا بنتي؟ بابي تعالي تعالي. مالك؟ انا ما خدتش المورفين. انت بريء. انا ما خدتش المورفين يا دكتور احمد، انا ما خدتش المورفين. انا عرفت يا خالد، انا جاي اطمن عليكم. طمن يا دكتور احمد، هنفضل بخير على طول. يلا بالسلامه انتوا روحوا. سعاد تفتكري انت تعرفي تلعبي طاوله؟ اتعلم. ها وانا كمان. اتفضلي. تعذبنا كتير يا ليلى. الحياه ما بتديش حب تاني بسهوله ابدا. أنا اللي حاسوب. ونخرج من ملح.